بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة ان شاء الله هننشئ الملف الخاص بالناف بار، ونعمل شوية تنسيقات تجربة، ونتعلم شوية اوامر وشوية حاجات عشان تأسسنا في الموضوع ده. وفي اخر الفيديو هنطلع الملف اللي المفروض الباك اند ملوش علاقة بالسي اس اس خالص، المفروض ياخد الملف ده يشتغل بيه علشان الاتنين باذن الله سواء فول ستاك او باك اند ديفلوبر يكونوا ماشيين مع الكورس وما يقفش لحظة واحدة باذن الله. نبدأ عشان نعمل البنية الاحترافية بتاعتنا. جوه الساس فولدر محتاجين نعمل فولدر اسمه layout، هيكون فيه كل الحاجات اللي تخص layout. هيكون فيه مثلا الناف بار، الهيدر، البريد كرامب، الفوتر، كل الحاجات اللي بتكون layout بتاعي. هاجي هنا وهعمل underscore navbar.scss underscore. انت بتقول للكمبايلر ان الملف ده معمول for include only، الملف ده معمول للانكلود، مش زيه زي الاب كده تروح تعمله كومبايل لملف شبهه، لا هو معمول بس عشان اعمله انكلود جوه الاب بتاعي. حلو جدا. جوه الناف بار ده هنحط تنسيقات الناف بار بقى كلها. هقوله دوت ناف بار، هقوله مثلا بادنج 15 بيكسل، باك جراوند مثلا 3 3، والكالر ابيض بالشكل ده. ده الناف بار، ودلوقتي متاح ان انا اعمله امبورت هنا، ما بقيناش عايزين الكلام ده خلاص. هقوله دلوقتي امبورت دوت سلاش الفولدر اللي انا فيه دلوقتي، اللي هو ادخل على اللاي اوت وعايز منه ملف الناف بار بالشكل ده. كده عملت امبورت الحمد لله لملف الناف بار جوه الاب دوت سي اس اس. دلوقتي هاجي واقول له npm run dev عشان يعمل لي بيلد للمشروع. لو دخلت دلوقتي على البابليك فولدر هتلاقي السي اس اس، وهتلاقي الاب جواه الناف بار اهو الحمد لله وكله تمام. دلوقتي مش محتاج اقول لك ان كل سيف هتعمله محتاج تعمل npm run build تاني، فمحتاجين موضوع الواتش. هقول له npm run watch. npm run watch كل تعديل انت هتعمله هيروح عامل كومبايل. هتشوف بنفسك دلوقتي سيف سيف سيف، كل حاجه زي ما انت شايف بيعمل كومبايل ويقول لك في قد ايه، والملف الاب بيقول لك حجمه قد ايه، وملف الجي اس حجمه قد ايه، والكلام ده كله. طيب ما علينا من المعلومات دي دلوقتي، احنا نقدر نشوفها بنفسنا ومفيش مشكله خالص. كده الحمد لله عرفت ازاي اعمل واتش على الفايلز بتاعتي. فاضل ان انا ابدا استدعي الملف ده عندي في السيستم عشان يقراه ونشوف الكلام ده كله. طيب الملف بتاعنا اللي بيطلع اسمه app.css، خلينا نقول ان انا محتاج اسمه يكون master.css مثلا. انا عايز اسمه يبقى master. طيب خلينا نحذف دي ودي مثلا، وعايز اجي هنا خلينا نوقف الwatch control c عشان تعمل terminate للجوب ويس بالشكل ده. خلينا نروح على webpack.mix ده ونشوف ايه اللي بيحصل هنا. بيدخل على الريسورسز على الساس فولدر على ملف اسمه app.css، يعني حتى ده ممكن تغير اسمه لو عايز هنا وتروح مغيره هنا تاني. بيقول له ان الملف ده هتعمل له كومبايل فين؟ في البابليك فولدر جوه فولدر اسمه سي اس اس، وعايز بقى اقول له بعد كده ادي سي اس اس، بعد كده اعمل الكومبايل لملف اسمه ماستر دوت سي اس اس بالشكل ده. الحمد لله كده تمام. خلينا نعمل واتش تاني بالشكل ده، واروح على الاب ده اعمل سيف زي ما انتم شايفين كومبايلت. هدخل على البابليك سي اس اس ماستر دوت سي اس اس الحمد لله. نيجي بقى عشان نستدعي الملف بتاعنا ده جوه الفيوز. هدخل على الريسورسز فيوز، بعدين لاي اوت، بعدين الماستر لاي اوت بتاعنا، واجي هنا واعمل اللينك تاج بالشكل ده. وهنا مطلوب مني ان انا احط المسار بتاع الفايل اللي انا عايز استدعيه. هتكتب دبل كيرلي بريسز بالشكل ده، وعندك ميثود ظريفه جدا اسمها اسيت بتدخلك على البابليك فولدر. دلوقتي انا جوه البابليك فولدر، عايز تروح فين؟ عايز اروح على فولدر اسمه سي اس اس، بعدين جوه سي اس اس فولدر في ملف اسمه ماستر دوت سي اس اس. الحمد لله استدعيت الملف كله تمام وزي العسل، وادي التنسيقات اهي. ولو رحت على البيج سورس هتلاقي e-commerce.local سلاش سي اس اس سلاش ماستر دوت سي اس اس، ادي الملف بتاعنا والحمد لله كله سليم وزي الفل. طيب انت بقى كشخص باك اند مالكش علاقه بالفرونت اند تماما، محتاج تعمل القصه دي ومش محتاج بقى تخش في بيئه الكومبايليشن والواتش والحاجات دي كلها، هتعمل ايه ساعتها؟ كل اللي عليك هتدخل على البابليك فولدر تنشئ ملف اسمه ماستر هنا او جوه فولدر سي اس اس او في المكان اللي يعجبك في البابليك، وتيجي هنا حضرتك تستدعيه وصلى الله وبارك واكتب فيه مباشرة، ومش محتاج تعمل الكومبايليشن والكلام اللي انا عملته ده كله، وكله تمام وزي الفل.
يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، يكون كل واحد فيكم عارف المسار اللي هيمشي فيه عشان يكمل صح وعشان الدنيا تبقى تمام. طيب هرجع اقول لك تاني قبل ما اقفل الدرس، لو انت باك اند كل البنية اللي انت بتشوفها هنا الاحترافية دي هكون محتواها كله موجود كساس كود، يعني كود الساس وكود السي اس اس كمان. عايز تمشي في المسار ده هتلاقي الفايلز قدامك، عايز تمشي في المسار ده هتلاقي برضو الفايلز قدامك. اشوفكم ان شاء الله مع درس جديد، والسلام عليكم.